يسأل ويقول أنا مريض من حوالي 3 سنوات ولم أستطع صيام شهر رمضان المبارك منذ 3 سنوات، ما الحكم في ذلك وكيف توجهونني جزاكم الله خيرا؟ إذا كان المرض حال بينك وبين الصيام صفة مستمرة ولا تستطيع القضاء ولا يرجى في المستقبل زوال هذا المرض، فإنه يكفي منك أن تطعم عن كل يوم مسكينا وليس عليك الصيام. قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني عن كل يوم، ومعنى يطيقونه يعني يشق عليهم الصيام لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن. في هاتين الحالتين يجزي عن الصيام إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار نصف صاع من الطعام المأكول في البلد، ومقدار نصف صاع كيلو ونصف تقريبا عن كل يوم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.